حياكم الله مشاهدينا بكل خير، أنا نهى علي وسوف أترافق مع زميل هاني نصر في مسار الأسواق لهذا اليوم. الأسواق الخليجية صحيح. تأثرها أيضا بتراجع أسعار النفط، ولو أن النفط عاد في جلسات صحيح. إلى 50 دولار للبرميل، لكن كم هذه العودة مستقرة أم أنها سوف تشير إلى تراجعات وتكسر هذه المناطق ربما أبعد من ذلك، مع تأثير طبعا التخمة، تأثير التخمة النفطية في الأسواق وأيضا على الأسعار. فضلا عن ذلك هناك يعني تجاهل لأيضا نتائج بعض الشركات، لا نرى هذا التفاعل القوي. تحدثنا قبل يومين عن إعمار، نتحدث اليوم عن الدار في سوق أبوظبي، تجاهل لهذه النتائج. سوف نتعرف عليها لاحقا مشاهدينا تحليلا وتفصيلا مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ وضاح الطاه، وهو عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI بدولة الإمارات. أهلا ومرحبا بك، لكن كل ذلك قبل أن نذهب أو بعد أن نذهب إلى العناوين. تباين أداء الأسواق الخليجية، ضغط القياديات يحول دون تماسك مؤشر دبي عند 4100 نقطة، والصناعة يدعم المؤشر القطري. قوة الهوامش الربحية وتراجع تكاليف التمويل يقودان الأرباح الفصلية للدار العقارية لتتجاوز 600 مليون درهم، والسهم يتجاهل النتائج. أرباح صناعات قطر الفصلية تفوق التوقعات وتقفز 20%، وتراجع الإيرادات وانخفاض أسعار البتروكيماويات تهبط بنتائجها النصفية. إذن نذهب إلى الزميلة نهى علي لتطلعنا كيف أغلقت الأسواق الخليجية باستثناء السوق السعودي في جلسة هذا اليوم. إليك نهى. إذن ومشاهدينا، كما ذكرت العناوين فيما يتعلق بتجاهل سهم الدار للنتائج ولجوء هذا السهم لتراجعات، حتى فيما يتعلق بالقياديات في سوق دبي كانت سجلت تراجعات، طبعا أبعدت المؤشر قليلا عن 4100 نقطة. بالنسبة للسوق الكويتية كان هناك تواضع كبير في القيم والأحجام، اليوم أيضا أغلقنا دون مستويات تقريبا 10 ملايين. فيما يتعلق بوضع المؤشرات، يبدو أن مؤشر السوق الوزني أو الكويت الوزني قد أشار إلى ارتفاع بربع النقطة المئوية، نفس الحالة تندرج على 15، وكذلك الحال بالنسبة للمؤشرات بالنسبة لمؤشر الساري. لنعد لسوق أبوظبي ودبي، بطبيعة الحال طبعا التركيز على الضغوط البيعية التي تنال حاليا من الأسهم القيادية. لماذا تفشل هذه الأسهم في أن تسجل أو تحتفظ بمستوياتها السعرية، رغم أن هناك مساحة كبيرة من المناورة لهذه الأسهم بعد أن صدرت النتائج، وخصوصا بالنسبة لنتائج شركة إعمار، وطبعا بانتظار السوق تنتظر بقية الشركات. بالنسبة للدار العقارية، اليوم أيضا خالف وضع مؤشر النتائج وأشار هذا السهم لتراجع، وحتى السوق كان سجل بعض التراجعات. بورصة قطر إلى حد ما تجاوب صناعات قطر مع النتائج، رغم أنها جاءت بتراجعات، والمؤشر يعود مجددا إلى 11800 نقطة. بقية المؤشرات الخليجية، سوق مسقط يزيد من حجم تراجعاته، نلاحظ أن هناك تطورات في الأداء وهناك زيادة في نسب التذبذبات متواصلة في سوق مسقط، ولو أنها لا تخترق منطقة النقطة، ولكن تواصل وجود النصف نقطة كنسب تذبذبات يومية، هذا يعني أن هناك نشاط قد يكون متزايد ويزداد لاحقا في هذه السوق. اليوم إغلاق على نصف النقطة المئوية. السوق البحرينية إذن كان قد أشار إلى ارتفاع بربع النقطة المئوية. لنعد إلى الكميات وأيضا القيم بالنسبة للأسواق الخليجية. إذن كما نرى بالنسبة لسوق دبي، قيم التداولات دائما ما تتفوق على بقية الأسواق الأخرى، حوالي 98 مليون دولار أمريكي. فيما يتعلق بسوق أبوظبي، اقترب من هذه المناطق إذن وكانت هناك ارتفاعات. لنعد إلى الأحجام، إذن أحجام التداولات كما نرى السوق الكويتية كانت إذن الأحجام بحدود 80 مليون سهم في سوق دبي. هناك
هناك اكتساح لهذه الأحجام على حساب بقية المؤشرات التي نرى هذا التواضع في بالنسبة للسوق مسقط وأيضا السوق القطرية، هناك ارتفاع إلى مستويات كأحجام إلى مستويات 216 مليون سهم، في سوق أبوظبي بحدود 90 مليون سهم. إذن هذه كانت بعض التفاصيل فيما يتعلق بإغلاقات المؤشرات الخليجية طبعا عدا عن السوق السعودية. مشاهدينا دعونا نبدأ من أخبار الإمارات بتحديد سوق أبو ظبي وارتفاع الأرباح الصافية لشركة الدار العقارية خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 600 مليون درهم، وقد نمت أرباح الشركة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 22% لتصل إلى نحو 1.2 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وحسب الشركة يعود السبب ارتفاع الأرباح النصفية إلى انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 63% بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل إلى 123 مليون و700 ألف درهم، فيما سجلت إيرادات الشركة تراجعا بنسبة 42% إلى 2.2 مليار درهم مقارنة مع 3.9 مليار درهم في النصف المقابل من العام الماضي. تراجع في الإيرادات، هذا نعم اللي أثر يمكن على السهم اليوم. نعم، وهذا ما سنسأل عنه السيد وضاح طه. نعود الترحيب بك سيد وضاح. يعني هذا التراجعات، يعني نتائج أرباح كانت لا بأس بها، لكن ماذا عن تراجع الإيرادات برأيك؟ ما هي الأسباب؟ أعتقد ربما يعني إلى حد ما هدوء في نشاط العقاري في السوق العقارية، والهبوط كان قوي يعني ليس بسيطا. مع العلم أيضا هناك نقطة مهمة، أنه الدار كبقية المطورين كما في إعمار اعتمدت معيار رقم 15 لطريقة عرض الكشوفات المالية اللي هو يسرع من احتساب الإيراد، يسرع من احتساب من تحقق الإيراد revenue recognition. مع ذلك جاءت إلى حد ما منخفضة. السؤال الأهم من هذا، كيف هذا الانخفاض الكبير كما تفضلت يعني من 3.9 مليار 2014 إلى 2.2 مليار 2015، كيف تم امتصاص هذا الانخفاض؟ الحقيقة ليس فقط الانخفاض على مستوى أفقي، يعني تكلفة الإيراد مع تكلفة الإيراد، تكلفة الإيراد مع الإيراد، نسبة تكلفة الإيراد إلى الإيرادات في الدار النصف الأول للنصف الأول كانت بحدود 82% تكاليف إلى إيرادات، 82%، هذا معناه يعطينا فقط 18% مجمل ربح عام 2014 لتغطية المصاريف الإدارية والتسويقية والأخرى وتحقيق أرباح. في 2015 انخفاض كبير في تكلفة الإيراد للإيراد، النسبة تحولت من 82% إلى 52%. فانخفاض تكلفة الإيراد بهذا الحجم كنسبة وتناسب 52% على الربع الأول، على الربع الثاني العفو كانت بحدود 55 من 85 العام الماضي. فهذا الانخفاض أدى إلى امتصاص هذا الانخفاض في الإيرادات بسبب انخفاض تكلفة وانخفاض التكلفة، لأن جزء من البرودكتس اللي بايعيها أراضي تكون عادة منخفضة التكلفة، ما نعرف ايش قد نسبتها إلى حد ما، ولكن الأرباح من ال 1.7 الحقيقة هي 1.7 منها 1.3 مليار
تشغيلية. طيب هل نتحدث عن أراضي؟ يعني هل مخزون الأراضي قل بالنسبة للدار وبالتالي لا تعول عليه بنفس الفترات السابقة؟ يعني هو تعويل على مشاريع قائمة أكثر؟ الحقيقة يعني جزء من نشاطه أنه تطور أراضي وتبيع أراضي، أما تكون الأراضي خام أو تكون مطورة أو تكون هي تقوم بالتطوير. لا أعتقد أنه الدار لديها مشكلة في الأراضي من حيث المخزون، من حيث المواقع اللي أعتقد وخصوصا أنه المشاريع قيد التطوير بشكل عام كرصيد ارتفعت في النصف الأول. يعني مع هالتراجع بالإيرادات نحن نتوقع للأربعة المقبلة بعض التراجع أم ماذا؟ النظرة للموضوع، يعني أنا ما أحب أنه خصوصا بالنسبة لمدراء المحافظ، خصوصا بالنسبة لمدراء الصناديق، ما أحب ينظر إلى الأرقام النهائية، ينظر ما خلف الأرقام النهائية. كأرباح تشغيلية هناك ارتفاع في الأرباح التشغيلية. السؤال الأهم بالنسبة لمدراء المحافظ أو المؤسسات قدرة الشركة على الحفاظ على هذه النسبة المثالية التي لم تصل إليها الدار بهذه الطريقة، 55% نسبة تكاليف، طبعا باستثناء إعمار. طبعا إعمار كانت مذهلة بهذا الجانب على مدى سنوات. الحفاظ على هذه النسبة السحرية أعتقد سوف يسهم في دعم أداء الشركة التشغيلي خلال النصف سنة. وخلينا نبقى في أبو ظبي، يعني ننهي هذه الفقرة إذا مع أبو ظبي فيما يتعلق بهذه الوكالة التي أعطيت لبنك أبو ظبي الوطني فيما يتعلق وكالة الإقراض وترخيص الإقراض والاقتراض، هذا كيف ستكون مدلولاته؟ يعني باعتبار أن لديه جعبة كبيرة طبعا من الأسهم يستطيع أن يناور من خلالها. يعني أبو ظبي، بنك أبو ظبي الوطني أعتقد عنده يعني عدد من العملاء الكبار، لديهم مخزون هائل كبير من عدد الأسهم. هذا برودكت إضافي يضيف فائدة إلى السوق. من لا يرغب بالتداول من المتداولين متحفظ، عليه أن يوافق في حالة رغبته في الموافق على إقراض أسهمه مع عودة هذه الأسهم إلى حسابه مرة أخرى خلال فترة معينة. عملية إقراض يعني بنفس السعر وبأرباح، هل الإقراض ليس بنفس السعر، الإقراض بموجب سعر فائدة محدد مضمون، يعني الأسهم مضمونة، ترجع للأسهم مقابل إقراضه لأسهمه لفترة معينة إلى طرف آخر، بهذا سوف يعود عليه بفائدة. إذا كان المقرض متحفظ يعني يقوم بإقراض هناك عائد على عملية الإقراض، وهذا العائد تقريبا مضمون بدل ما أنه هو متحفظ ويقوم بالتداول ويخشى الخسارة في حالة ضعف السوق، يكون الإقراض إلى طرف آخر يرغب بالإقراض. هذا الموضوع أعتقد سوف يرتبط بالشورت سيلينج مستقبلا، يعني عملية الشورت سيلينج أيضا تتضمن عمليات إقراض وعمليات بيع وشراء عكس عمليات البيع العادية. طيب في هذا الإطار رح أرجع على النتائج شوي، سواء بدبي ولا أبو ظبي. نتائج بشكل عام هي جيدة حتى أنها تفوق التوقعات للدار وكذلك إلى حد ما إعمار، بس ليش ما فيها التجاوب؟ المستثمر بالسوق عم شو بيطلع، شو مستني؟ الحقيقة يعني إلى حد ما هي صح نسب النمو، لكن مثل ما قلت لك أنه إحنا كنت أتمنى أنه يطلع أفصح مستقل على مدى تأثير تطبيق المعيار رقم 15 على النتائج النهائية. يعني الإعمار والدار قاما بتعديل بيانات 2014 بموجب هذا المعيار حتى تصبح قابلة للمقارنة 2014 حتى تصبح قابلة للمقارنة مع 2015، لكن مدى التأثير يعني خصوصا مدى التأثير قبل التعديل الإيرادات، يعني احتساب السريع للإيرادات، هذا كيف سيكون؟ نعم، قبل الاحتساب كم كان هو التأثير، بعد الاحتساب كم كان هو التأثير على الكشوفات المالية. ربما هذا أيضا إلى حد ما نسبة النمو أنا أراها جيدة، لكن هناك أيضا لا يخفى عليكم أنه
العوامل الخارجية لا تزال عليها علامة استفهام، خصوصا بالنسبة للاستثمار قصير ومتوسط الأمد. تبقى هي التأثير الأكبر على السوق. نعم، بشكل غير مباشر على يعني على المدينين القصير والمتوسط. يعني من هذه العوامل الخارجية أيضا سيد وضع هو النفط، يعني وهو عوامل داخلية، بالعكس هي عوامل محلية ومحلية للغاية بالنسبة للمنطقة الخليجية، وسوف نكون مع التطورات، يعني كيف تتطور الأسواق الخليجية من تحركات أيضا المؤشرات مع هذه التغيرات المتلاحقة للنفط، وللأسف أنها تنحو إلى المسار السلبي. بعد الفاصل مع السيد وضاح الطه. إذن نعود إلى النفط، رغم أن النفط في جلسة الثلاثاء كان قد عاد بالنسبة لخام برنت إلى منطقة $50، لكن اختباره لتحت $50 يوم الاثنين كان له تأثيرات واضحة أنه انعكست على الأسواق أيضا العالمية. لنعود إليك سيد وضاح، كم تتلازم حاليا تحركات النفط خصوصا مع هذا الجو السلبي الذي يحيط بالأسعار مع يعني المؤشرات؟ تتفاوت هذه التأثيرات، يعني أنا أعتقد أنه التأثيرات إلى حد ما يفترض أن تخف تدريجيا، خصوصا مع تحرير قطاع الطاقة في الإمارات، يعني لأن القلق وين بالذات؟ يعني نعم. إذا فكرنا بعقلية إدارة محافظ، القلق من انخفاض الإنفاق الحكومي قد يبطئ النشاط الاقتصادي إلى حد ما، أو الموازنة يأثر على اقتطاعات. هذا ما حصل، هذا أنا أعتقد هذا يوفر سيولة. قالوا بحدود 29 مليار قد يكون الأرقام الحقيقة متناقضة. أنا أعتقد يعني ربما وزارة المالية أو وزارة النفط تقوم بتحديث هذه الأرقام بشكل واضح مع إعطاء التفاصيل، ولكن بالتأكيد أن الأرقام الناتجة عن عملية الدعم سوف توجه إلى ممكن توجه إلى الموازنة العامة، ممكن توجه إلى أوجه أنفاق مختلفة تكون أكثر إنتاجية أكثر فاعلية من عمليات الدعم. السوق الأكثر تأثرا كما تعلمون هو السوق السعودي. نعم، السوق السعودي، السبب أنه وزن قطاع البتروكيماويات في السوق السعودي وزن مهم، وانخفاض النفط يؤثر على أسعار البتروكيماويات، وهذا يسحب السوق. طبعا رد الفعل ليس رد فعل فوري، يعني عندما يرتفع النفط بعض الشيء كما حصل اليوم لا نتوقع أن السوق السعودي يرتفع بنفس، يعني هناك انخفاض تقريبا يكاد يكون شبه مستمر بالنسبة لنتائج البتروكيماويات. وإضافة إلى ذلك هناك مارجن، هناك علاوة احترازية ديسكاونتد من السوق خشية من الانخفاض أكثر، فبالتالي الأسعار البتروكيماويات لا ترتد ارتدادا فوريا مع ارتفاع أسعار. ما هو السعر المحتسب برأيك للنفط حاليا الأسوأ، يعني أسوأ سيناريوهات بالنسبة للمؤشرات الخليجية؟ يعني هو عادة يعني أو ربما هامش حركة $3 إلى $5 هي حتى حركة الحقيقة في أسواق النفط. السعر الحالي لا يعكس الواقع بسبب ربما جزء منه يتعلق بمضاربات، لكن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للنمو الصيني، بيانات بعض البيانات من الولايات المتحدة تظهر بعض الضعف، وهذا الضعف إذا استمر على تتعلق بالبيانات التوظيف الأمريكية، إذا استمر بعض الشيء على الشهر الحالي والشهر القادم من المحتمل أن يكون هناك تأجيل لرفع الفائدة، وهذا الحقيقة لو حصل يهدئ من روع السوق على الصعيد العالمي، وعلى الصعيد أيضا بشكل غير مباشر نتيجة لارتباط الدرهم بالدولار. طيب يكون إيجابي. أستاذ وضح، هذه التراجعات بأسعار النفط منذ أكثر من عام تقريبا 50% من قيمته خاسرة،
يعني الأسواق لم تستوعب هذه الخسائر، ما عاد عندها مناعة لهذه الخسائر. النقطة هاني إنه أسعار النفط لم تستقر، يعني كما تعلم إنه هي ارتدت خلال الفترة الماضية الأسابيع الماضية إلى ما فوق $65. هذا الارتداد لم يستقر، لأن هناك بيانات من جهتين. يعني لماذا لم يستقر النفط؟ أولا هناك ضخ مستمر واحتمال دخول إيران كلاعب أساسي، وهذا الفائض يشكل أكثر من 1,000,000 برميل يوميا في السوق العالمية. والعامل الثاني عدم وجود وضوح كافي خصوصا في نمو الصيني، يمتص على الأقل جزء من تلك الزيادة بحيث نكون واثقين بالارتفاع. هذا الكلام اللي أذكره على مدى الستة أشهر القادمة. التوقعات على مدى في العام القادم أعتقد تكون أفضل، تصوري تكون أفضل من الوضع الحالي. طب بأقل من دقيقة معاش نستغل وجودك، توقعاتك لرابطك خلال الفترة المقبلة، نتائج هذه الشركة. أعتقد يعني أولا يجب أن نخصم موضوع 1,000,000 وحدة سكنية، لا نفكر فيه أبدا ولا نخصمه مرة ثانية بالقرار. لكن النتائج أتصور أنه ستكون إلى حد ما بين مقبولة إلى متواضعة في النصف الأول. وليش هالعمليات البيعية الواضحة على السهم الفترة؟ أعتقد هو أيضا تخوف من النتائج، مجرد تخوف من النتائج قد يلقي بظلال إلى حد ما غير إيجابية مؤقتة. لكن أنا أعتقد متفائل بأرابتك. تصوري الأساسي أنه مجلس الإدارة لديه رؤية أكثر واقعية بخصوص تقييم أداء الشركة في المرحلة القادمة. أعول أكثر على مجلس الإدارة في قراءة واقعية أكثر لمستقبل الشركة. أشكرك يا سيد وضاح اللضاحة، وأنت عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI بدولة الإمارات. أشكرك على كل هذه المعلومات. شكرا لكم. أهلا بك. فيما يتعلق أيضا بنتائج أعمال الشركات القطرية، ارتفعت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر في الربع الثاني من العام الحالي، نسبة الارتفاع 20% على أساس سنوي الأرقام إلى 1.5 مليار ريال قطري، والتي جاءت أفضل من التوقعات، لكن كان هناك تراجع في الأرباح النصف سنوية. زميلنا هاني نصر سوف يأخذنا في هذه الجولة على بالتفاصيل على بيانات صناعات قطر. إذن النتائج جاءت أفضل من التوقعات لصناعات قطر، لنتعرف عليها عن قرب أكثر ونتحدث عن النتائج النصف الأول التي تراجعت مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. نتحدث عن تراجعات بحوالي 14.6%، كانت عند 2,400,000,000 ريال مقارنة ب 2,800,000,000 ريال. لكن لاحظوا على أساس فصل، على أساس ربع مشاهدين، نرى هناك ارتفاعات. في الربع الثاني من هذا العام ارتفعت إلى 1,400,000,000 ريال قطري، مقارنة مع 900,000,000 ريال في الربع الذي سبقه، يعني الربع الأول، ومقارنة مع 1,200,000,000 ريال في الربع المقابل من العام الماضي. هناك ارتفاع على أساس 17.6%. ما الذي جعل الربع الثاني يحقق هذه الارتفاعات؟ هو تغير أسعار الإيثيلين العالمية، والتي هي تعد جزء أهم من إنتاج صناعات قطر، ارتفعت بحوالي 66.6%. التغيير تقريبا الذي حدث منذ بداية فبراير حتى شهر يوليو، لكن الارتفاعات الأقوى كانت بين أبريل ومايو، تحدثنا عن $1,450 للطن الواحد. هذا أثر على نتائج الشركة
على أساس ربعي. ماذا عن توزع الإيرادات التشغيلية؟ لاحظوا هناك تراجع بالإيرادات التشغيلية حوالي 3% مشاهدينا، نتحدث عن 7,560,000,000 ريال قطري مقارنة ب 7,780,000,000 في الفترة المقابلة. هذه الإيرادات توزعت من قطاع البتروكيماويات، حقق ارتفاع بحوالي 3%، كذلك الأسمدة على استقرار كان في هذه الفترة مقارنة بالفترة المقابلة، لكن التغيير كان واضحا بالنسبة للمنتجات الآتية من الحديد، تغيير بحوالي 10% إلى 2,800,000,000 ريال قطري. هذه اللي هي توزع الإيرادات. نتحدث عن حصة صناعات قطر من نتائج الشركات الزميلة، لديها عدد من الشركات الزميلة. لاحظوا بالنسبة لقابكو مشاهدينا تراجعت طبعا إيرادات هذه الشركة أو حصة صناعات قطر من هذه الشركة إلى 990,000,000 ريال. هي تملك 80% من هذه الشركة فقط. كفاك حققت حصتها بعد الارتفاعات إلى حوالي 200,000,000 ريال، وهي تملك 50% من هذه الشركة. أما كافكو سجلت تراجعات، حصة صناعات قطر منها سجلت تراجعات ب 14% إلى 600,000,000 ريال قطري، وهي تملك 75% من هذه الشركة. في المستقبل الشركة كان لديها مشروع مشترك، طبعا قطر ستيل هي تابعة تملكها صناعات قطر 100%، نسبة 100% تملكها صناعات قطر. هذه الشركة قطر ستيل لديها مشروع مشترك مع قطر للتعدين، يدعى مشروع قطر ستيل الدولية. حسب صناعات قطر هناك سوف تتخلى الشركة أو تعتزم الشركة بيع 50% من هذه من حصتها طبعا في المشروع لقطر للتعدين، وهذا يتوقع منه إيرادات لاحقة. إذن نشكر هاني على كل هذه التفاصيل، وتنتهي فقرات مسار السوق لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.